اختلاق الدورة التكوينية المنظمة صباح اليوم من طرف قطاع التكوين المهني لولاية سكيكدا حول دور الأمر بالصرف في المجال المالي. إذا هذا الموضوع سيد المدير يعتبر موضوع مهم جدا بالنسبة للموظفين العاملين بالمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري وحتى بالنسبة للشباب الذي يخضع للتكوين في هذا الجانب والأساتذة المؤخرين لهم في هذا التخصص. يعني هل من مزيد حول هذا الموضوع الذي يأتي تزامنا مع التعديلات الواردة ضمن القانون الجديد 15-18 الذي يحدد دور الأمر بالصرف في هذا المجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم التكوين جاء تنفيذا لتعليمات السيد وزير التكوين والتعليم المهنيين الدكتور ياسين مرابي من اجل تنظيم يوم التكوين في هذا المجال. كذلك جاء تحت الرعايه الساميه للسيده والي ولايه سكيكدا التي رعت هذا اليوم التكويني ورحبت به ودعمته. هذا اليوم التكوين كذلك جاء من تقدير المديرية الجهوية للميزانية بعنبة وتحت إشراف ومن تقدير كذلك مراقبين الميزانيتين لكل من ولاية سكيكدا وبلدية عزابة. جاء تحت عنوان دور الأمر بالصرف في المجال المالي، وحيث يتم دراسة القانون العضوي 18-15 في هذا المجال، إضافة إلى مرسوم تنفيذي 21-62 والذي يحدد كذلك مهام ووظائف الأمر بصرف الميزانية في تنفيذ الميزانية، حيث انتقلنا من النظام الريعي كما يسمى نظام الاستهلاك، حيث كان يقيم الأمر بصرف الميزانية عن طريق قدرة استهلاك للقروض إلى نجاعتها وترشيد النفقات. اليوم يجب تغيير الذهنية وتغيير التفكير بالنسبة للمسير والأمر بالصرف، حيث يجب الخضوع لميزانية الأهداف، أي دعم الدولة وأموال الدولة يجب أن ترشد ويجب أن توجه في الإطار الذي يجب أن نحاسب عليه فيما بعد ونقيمه، وفيما مدى أي فائدته في أثناء تنفيذ الميزانية، ما هي الفوائد التي حققناها. هنا يجب ترشيد النفقات وكذلك الأهداف المحققة ونجاعة التسيير.